ورحمة الله وبركاته. شهيد دولة الكويت سيد نجيب سيد هاشم السيد أحمد الرفاعي أخو القاضي محمد وهاشم الله يرحمه. سبحان الله، هو كان ثاني يوم الغزو الصدامي 2/8/1990 هو لا اي هذا لا هذاك شو اسمه لا هذا نجيب في السفارة الأمريكية اي الله يرحمه، كان رايح هو عنده ماجستير ورايح ياخذ دكتوراه عند بنيد القار وصار تفجير ارهابي. اخوه هاشم توفى 2/8/1990 بالغزو الصدامي، يسوي انخلاب هليكوبتر ومعه مجموعه وطاحوا عند الحدود السعوديه الكويتيه. رحمك الله يا سيد، هذا كان بعد ذكي ونابغه وكان يعني متوقع له مستقبل باهر بس امر الله كاين. رحمك الله خالد سيد يوسف الرفاعي وسيدي محمد سوي محمد دملخ الرفاعي السبسبي والسيد من سوريا والسيد احمد علاء السيد احمد الرفاعي من سوهاج مصر. كلنا احنا حبايبك واهلك وخالد سيد يوسف هاشم السيد احمد الرفاعي رحمك الله. هو قربت العم السيد يوسف؟ اي بن عمنا هو. نعم. يا رب الله يرحمك، وكان ابوهم رجل من وجهاء الساده الرفاعي رحمه الله في اليرموك يمين عمنا عبد المحسن سيد احمد الرفاعي اجتمعنا فيهم. أما الواد سوى شجرة الرفاعية سيد يوسف.